خطة المشروع تعمل. ده. ما قالت يعني شافت ان الحكم الاخلاقي كان لازم لان هو لو فكرتي في الشباب امرأة كان حكم اخلاقي على شفاعات، ايه هي ما الموضوع عملتش اللي حاجة، ما حضرتك عملتش حاجة. شايف ان هو محتاج يثار وبشدة ويناقش في فيلم او في مسلسل او في دراما ومش قادرين عشان الرقابة؟ بهدوء كده وبدون ما نغضب احد، الحجاب. هنا مش هنتكلم على، انا لا اتحدث عن فرد او مش فرد او ما، مش ده موضوعنا، ولكن الحجاب في الشارع المصري محتاج لرؤيه دراميه، لانه ممكن يصنف او ينظر ليه فرز في الشارع. مظبوط. بتعرفي الديانه او جزء لا باس به من موضوع الحجاب ممكن يصنف بالمعنى ده، ممكن في التعامل الناس ترى غير المحجبة بشكل والمحجبة قد تراها بشكل آخر. يعني عايز أقول إنه ما خلصش لسه، النظرة دي ما خلصتش. لا، أنا رأيي لا، ازددنا فيها، ازددنا تطرفا. عشان كده موضوع زي الحجاب ممكن يبقى أحد القضايا اللي تناقش. ليه؟ لأنه في مس اجتماعي واقتصادي مظبوط. بالمجتمع. هل هو الحجاب فقط أسباب دينية ولا له أسباب اقتصادية؟ أنا رأيي إنه له أسباب أيضا اقتصادية سياسية. وسياسيه ممكن واجتماعيه. يعني في ايران اساسا الثوره الاسلاميه اللي هي 79 اتعملت ازاي؟ ان هم الستات كانوا بيلبسوا حجاب احتجاجا على الشاه، النهارده احتجاجا على الخمينيه بيقلعوا الحجاب. كويس؟ فهي انت ممكن تلاقي ان الحجاب حتى له منظور سياسي حتى في الثوره. مظبوط فيعني مظبوط. عايز اقول قضيه الحجاب ممكن تناقش. محتاجة تناقش بس مش هنقدر نناقش. طب ايه كمان بعد الحجاب؟ بعد الحجاب هقول لك، احنا مره كان في فيلم كان بيتكلم على الطبقات اللي هي المخمليه اللي موجوده في المجتمع بقوه. يعني تلاقي مثلا بيكلمك على انه ايه في الاعلان كده، انه احنا عندنا فيلل او بيوت او بتاع، الحد الادنى 20 مليون، وكأن بيتكلم على مثلا 20 جنيه بتاع الطبقه دي. فعلا هي بتتكلم اللي هو ممكن يروح الساحل الشرير ويدفع في بيبسي مثلا 100 100 جنيه جنيه او او 200 200 جنيه او في او كوبايه كده. شاي او في شاي كشري. انا رايي ان ده يناقش بعمل ساخر، يعني يقدم زي الاليط اللي هو عملها زمان مصطفى حسين واحمد رجب، اللي هو مش عارف يلبس جزمة والشبشب مضروب وبيتكلم على انه عايز يصيف مش ادينا عارفة فين. اهو، ادينا افكار للكتاب والسيناريستات. نتمنى نشوف منتجات جديدة. للأسف وقتنا خلص.